ودربت للافتتاحيات والان جيمز شوي، ويعني لمدة شهر قبل البطولة. احس ان الشطرنج العادي هو يباله مثابرة اكثر ويباله وقت عشان يدرب الانسان الافتتاحيات اكثر والان جيمز اكثر بشكل عام. والبطولات اللي لعبت قبل كان شارجة ماسترز، والحمد لله كان عندي يعني نتائج زينة الحمد لله. الشطرنج الخاطف هو اكثر يعني انه عشان الإنسان يستانس في وقته، بس الشطرنج العادي يباله مثابرة مثل ما قلت، ويباله أكثر وقت عشان الإنسان يتمرن له. هذه بطولة الأولى لأكاديمية الشيخة فاطمة للعبة الشطرنج، نسميها بطولة رمضانية الأولى للشطرنج الخاطف. نسختها الأولى إن شاء الله بتكون في نسخات القادمة بإذن الله تعالى. طبعاً بطولة أخذ صوت عالي وأخذ فيه زخم بالنسبة للبطولة، والدليل أن مشاركين في البطولة 15 دولة، 15، وفي منا بنات مخصوصات جايات من خارج الدولة المشاركة في البطولة. عندنا من صربيا وأوكرانيا، وعندنا من سلوفينيا، يعني الدول روسيا، وما تخيلين يعني 15 دولة نحن بتفاجعنا فيها. وكنا متوقعين كنسخة الأولى تكون عدد المشاركة قليل يعني 40، لكن ما شاء الله صار 64، يعني أيضا ضربنا رقم قياسي للنسخة الأولى، فما بالك النسخات القادمة إن شاء الله تعالى. طبعا جوائزها العالية 25,000 درهم مقدمة من أكاديمية الشيخة فاطمة، هي اللي خلت البطولة تأخذ ذات هذا الصوت والسمعة العالية، وخاصة في أوساط الدولية. طبعا تم تجهيز قاعة في صالة نادي أبو ظبي للسيدات بالمعدات الشطرنجية ورقع وساعات، بالتعاون مع نادي أبو ظبي للشطرنج. فطبعا أمور الحمد لله ماشية وترتيبات جاهزة، وعندنا 3 حكمات من دولة الإمارات العربية المتحدة يحكمنا في هذه البطولة، هن حكمات دوليات وأيضا طابع نسائي 100%. فلله الحمد نتمنى تنافس على هذه البطولة والجوائز العالية الموجودة، والكل يكون فرحان في النهاية، ونحن خاصة في بندش في الأواخر شهر رمضان الكريم، يعني يكون عيديتهم، يكون مبسوطين وحصلنا على العيدية إن شاء الله تعالى. This championship is special because it's during Ramadan. This is very special month for all Muslims, and because I'm Muslim too, it's very special chance to develop yourself from inside as person, as as a woman, with everything. So I think it's very nice to join kind of events to be bigger in this life. حقيقة نادي أبو ظبي للشطرنج والثقافة بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام وأكاديمية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات، هذه هي البطولة الأولى اللي تنطلق اليوم إن شاء الله للشطرنج الخاطف للسيدات، وطبعا بتكاتف الجميع وتحت إشراف اتحاد الإمارات للشطرنج إن شاء الله تنظم هذه البطولة، ونتمنى أن تكون متميزة لا سيما أنها لفئة السيدات. وأنت مثل ما أنت عارفة الشطرنج لعبة ذكية جدا، والحمد لله العنصر النسائي يمتاز بالذكاء الخارق إن شاء الله. فنحن نتأمل أن من خلال هاي البطولة إحنا أول شيء القصد المشاركة للجميع، بحيث أن يكون هناك جو من التعاون والمشاركة، وأيضا مرتادي لعبة الشطرنج أو اللي يلعبون الشطرنج هم دائما يمتازون بالتفوق العلمي وبالذكاء. فنحن اليوم يعني راح نشوف هناك عناصر مميزة راح تتميز من خلال هاي البطولة اللي راح نركز عليها في المستقبل، بحيث أن نشجع هذه اللعبة عند العنصر النسائي، وهي يعني مثل ما تقولين اللعبة منتشرة عالميا الحمد لله. فنادي أبو ظبي للشطرنج لا يوفر أي جهد
في عمل ما هو ممكن أن يطور هاي اللعبة، وأيضا لا سيما فئة الشباب اللي احنا نركز عليهم من العنصر النسائي وعنصر الشباب. فنتمنى توفيق إن شاء الله للجميع، نتمنى أن نكون في هذه الأيام المباركة يكون التوقيت مناسب وأن يكون الجميع يستفيد من هذه البطولة. أنا من عمري 4 أحب ألعب شطرنج، وكنا دائماً أنا كنت دائماً ألعب مع أخواتي وأمي وأبوي في البيت، فعشان كذا أنا وايد أحب ألعب هاللعبة. ولعبة الشطرنج هي لعبة الملوك، بس أنا وايد أحب ألعب عشان يعني أقوي نفسي، فيعني إن شاء الله أخذ مركز. ما أعرف، أنا أصلاً ما شفت اللاعبين، بس أنا أعرف إن المدرب قال لي إن في يعني ناس أقوياء وإن شاء الله أفوز وياهم. أمي وأخواتي كلهم وأبوي، بس أمي اللي دائماً وياي في البطولات وهي اللي دائماً تشجعني. حنكة وفطنة وذكاء رأيناها في لعبة الشطرنج الخاطف من بطولة فاطمة بنت مبارك الرمضانية المفتوحة للشطرنج الخاطف. سلام المهيري، قناة أبوظبي الرياضية، أبوظبي.